أنا قوية، أنا شجاعة، وبعدين كل حاجة تمام. أيوة كلهم كويسين، بابا كويس، صباح كويسة، وأنا كويسة. نامي بقى نامي. تشوف الساعة بس كده برضو الشمس. فريدة قالت لك كده برضو؟ فريدة قالت انت اللي بتحلي مشاكلك. انا اللي بحل مشاكلي. عشان الست قوية. تسلم ايديك يا ماما، فول البوطه ده ماركه عالميه مسجل. تسلم لي يا حبيبي، يسلم لي كلامك الحلو. الدور والباقي على اللي بياكله كل يوم وعمره ما قال لي كلمه حلوه. شكرا. طب انا هشهدك، تعالى لنا بقى في يوم غير اليوم اللي انت بتفات فيه عندنا، وجرب انك انت تاكل الفول ده مره واحده في حياتك، والله تعزل على روحك وتنطه من الشباك. يا راجل انت حرام عليك. والله يا هشام انا نفسي تيجي تقعد معانا هنا بدل وجع القلب والشحطاطه دي. بس انا كده مستريح اكتر يا ماما. وانا مش هبطل اقول لك انك لازم تيجي تقعد معانا. انا عارفه انت بتاكل ايه ولا بتلبس ايه وانت لوحدك. يا ماما كبرت مش صغير. ولما انت بقى مش صغير يا عم الكبير، قول لي بقى مفيش اي حاجه في السكه؟ انا هو باين عليا كده؟ عيب عليك، ده ابوك يا عم. عيب. ما تستهبلش يا ولا، عروسه يعني. لا مفيش، بعد المرحومة مش عارف اجرب نصيبي تاني، هي مرة واحدة كفاية. انا عايز ابقى جد، عايز افرح، اشيل احفادي في ايديا. يا اخي حرام عليك، ده انت اخر راجل في العيلة، والله العيلة بعد كده هتنقرض. يا هشام احنا مش بنهزر، انت لازم تتجوز وتخلف، دي سنة الحياة يا حبيبي. ايوه يا ماما، بس ده نصيب، سيبيها على ربنا. وربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. بص بقى يا واد، انت يا تتجوز يا تيجي تقعد معانا هنا. انتوا متفقين عليا انتوا الاثنين صح؟ اه. طب هتجوز. شوف الولد. بص بقى انا هريحكم انتوا الاثنين، انا هتجوز واجيب عيل صغير العب بيه والبسك انت في الجيش، ايه رايك؟ جبت لنا كلام. انت سمعت عن الكياس البلاستيك يا حلو؟ ايوه يا فندم. في حاجه؟ يلا يا كريم بقى عشان متاخر. حاضر. طب انا هروح لمريم علشان دي عايزه لها سنه على ما تخلص. لا 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 استني اي لحظه، استني عشان عايزك. عايزه ممكن تدي الورقه دي النهارده لمريم وانت في المدرسه؟ فيها ايه الورقه؟ مالكيش دعوه وعلى الله تفتحيها. لا انا لازم اعرف. لا بطلي غلاسه، ممكن تديها لنا؟ انت بتحبي يا حلوه. بقول لك ايه، ما تفتحيهاش. فكر لسه بشكل مش طالعه لك يعني. على الله تفتحيها. بحبك بحبك، ما تيجي نتقابل بعد المدرسة؟ يحيى بحبك بحبك، ما تيجي نتقابل بعد المدرسة. لا. وأنا موافق. لا هو أنت فهمت غلط. لا عادي فهمت صح، على فكرة بحبك 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 وبموت فيكي ومن زمان، وتعالي نتقابل وأنا اللي عايزه. يا نهار أسود. نهار أسود ليه؟ الحب متبادل ما بين الطرفين، واي نوت. صباح الخير يا سيحي. ازيك يا ابو نسب؟
ازيك يا سيدي؟ مريم جهزت ولا لسه؟ اصل مريم عندها ميعاد وهي على ميعادها، هخش اناديلك عليها. ماشي يا مريم. بيت يا مريم. بقول لك ايه؟ اول ما تخرج تدي لها جواب على طول. ماشي؟ جواب ايه؟ جواب بقى في ايد يحيى. يحيى؟ يعني انا المفروض اجري ولا اعمل ايه؟ تجري ليه؟ يحيى افتكر انا اللي كبهوله. يا شيخ الحمد لله وقعتي قلبي فيه. ايه؟ كبهوله انتي؟ انت عاجبك كده يعني دلوقتي؟ قال لك ايه طيب؟ قال لي قلبي كان حاسس ومستعد نتقابل بعد المدرسه. وقال لك يا ابو نسب وانت ما خدتش بالك. انا ابو نسب؟ يا نهار اسود ومنيل. انا النهار اسود، المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ تلاقيش انا اتصرف. تعمل ايه يا كريم؟ تعمل ايه يا واد يا كريم؟ رفض الجواز. طب ما اسهل. يا غلاستك يا شيخ. بجد؟ انا مش مستريح. العدد ده لحد دلوقتي مش كفايه. ما تهدي يا سلمى بقى، في ايه؟ وعلى فكره الميعاد اللي اتفقنا نتقابل فيه لسه فاضل عليه ربع ساعه. وبعدين ما هي معظم دفعتنا موجوده اهو. يا بنتي دفعتنا مش كفايه. بعدين اصلا المشكله دي مش خاصه بدفعتنا احنا بس، كل الخريجين عندهم نفس المشكله. واحنا لو ما وقفناش من دلوقتي ضد القرار ده هيعدي زي ما كل حاجه في بلدك بتعدي. ما تقلقيش يا سلمى، ان شاء الله كل الدفعات هتنضم لينا، بس احنا نوضح مطالبنا ونطلبها بشكل متحضر ومحترم. هقول لكم على حاجه كمان، احنا نقدر نضم لينا طلبه دراسات عليا. الحوار شكله هيكبر يا معلم على الاخر. الكلام ده مش عاجب الدكتور سيد خالص. دكتور سيد؟ ومين يا ابني اللي هيقول للدكتور سيد اساسا؟ يا عم انا هقول له. انت هتقول له؟ يا عم دي في الاول وفي الاخر كليتنا، ولازم نحافظ عليها من العيال المخربين دول. انت بتتكلم صح. قشطه، يلا بينا بقى. يلا بينا. يعني لو مديرة المدرسة دخلت عليكم دلوقتي ولا واحد من أولياء الأمور هيقول عليكم إيه؟ ويشوفك كده عمالة ترقصي وتغني، يبقى شكلنا إيه دلوقتي؟ بس مش عايزة أسمع ولا كلمة فيكم. وإنتي؟ إنتي باباكي شغال فين؟ بابا وماما متوفين. وسعادتك بقى جاي المدرسة عشان تتعلمي ولا عشان تطلعي رقاصة؟ مش عايزة أسمع صوت. لا جاي اطلع رقاصة. بس كده كده. طب يلا اطلعي بره وما تجيش المدرسه هنا الا وانت معاكي ولي امر. بره احسن. بره يا دكاتره، المساله ما بقاش ينفع يتسكت عليها. النهارده مجلس الوزراء اصدر قرار بانشاء كليه طب بيطري جديده في جامعه من جامعات الصعيد. انتوا عارفين يعني ايه كليه جديده؟ يعني طلبه جداد، يعني خريجين جداد، يعني عاطلين عن العمل جداد والاسم دكاتره. يعني احنا بعد ما نتخرج مش هيبقى في تكليف؟ يا دكتوره التكليف موقوف من 94، يعني بقاله 20 سنه. يا جماعه المفروض التنسيق يتعمل على اساس حاجه سوق العمل، مش يبنوا كليات وخلاص عشان يغزوا العين. انا مامي لو عرفت اني بعمل مظاهرات ممكن ما تجيبنيش الجامعه تاني. يا فرحه مامي بيكي، انت قاعده جنبها بعد ما تتخرجي مستنيه العدل. على اساس ان القعده اللي احنا قاعدينها دي هتنفعني بحاجه قدام يا دكتوره. يا دكتوره احنا بنعمل حقنا اللي بيكفله القانون. يا دكاتره احنا ان شاء الله هنعتصم بشكل سلمي على سلالم مدرج المحاضرات، ولو ما اهتموش بمطالبنا هنعتصم جوه مكتب العميد حتى لو وصل بينا الامر اننا نضرب عن الدراسه. احنا كلنا معاك ان شاء الله. كلنا معاك. انسه سلمى، ممكن تشرفي معايا عند مكتب العميد؟ ليه يا دكتور؟ باللي انا شايفه وسامعه أكيد ليكي مطالب. مش ليكي مطالب؟ مش لوحدي، كل الطلبة دول معايا. أيوه يا دكتور، كلنا مسؤولين على مطالبنا يا دكتور. يا إما التكليف يرجع لطلبة الطب بيطري، يا إما ما تاخدوش دفعات جديدة لا السنة الجاية ولا اللي بعدها. ما هو بصراحة بقى يا دكتور المشرحة مش ناقصة قتلة يعني. يا شباب، أنتوا قريب قوي هتتخرجوا، هتبقوا دكاترة، والمفروض إن أنتوا تكونوا منظمين في أي حاجة بتعملوها. هو مين المنظم الوقفة دي؟ أنا يا دكتور. خلاص أنسة سلمى تتفضل معايا عند مكتب العميد وتشرح له وجهة نظركم وطلباتكم. وطبعا ما ينفعش ان انتوا تطلعوا كلكم مره واحده ولا ايه؟ لا انا مش هسيبك لوحدك يا سلمى، انا جايه معاكي. أنسة سلمى اتفضلي معايا.
ما تقلقوش يا جماعه، انا ان شاء الله هنقلهم مطالبنا. خلاص ادي قاعده بقى لحد ما تنزل ونشوف اللي هيحصل. كله يقعد يا جماعه، مفيش حد يمشي، كله يقعد يا جماعه. والله ما يحصل عشان نتنازل عن مطالبنا. ايه حكايتها دي بقى؟ دي سلمى يا دكتور من الثوار الاحرار. دكتور من فضلك انا كنت لو سمحتي ما تتكلميش من غير اذني يا انسه، انت هنا طالبه وبس، والشغب اللي انتوا بتعملوه كل يوم والتاني ده بيجي على دماغنا احنا، وفي الاخر لو اي حد فيكم حصل له اي حاجه بيقولوا ان احنا ما عرفناش نحميكم. دكتور بعد اذن حضرتك انا مش بعمل شغب، انا بعبر عن اراء الطلبه. ودي طريقه متحضره تعبري بيها عن اراء الطلبه؟ تشوحي بايديكي؟ شفتي يا دكتور بتشوح بايديها ازاي؟ يا بنتي انا وانا في سنك كنت ما اتكلمش في وجود والدي الله يرحمه خالص، ده ادب وتربيه. يا دكتور انا من حقي كطالبه اني اعمل وقفه احتجاجيه اعبر فيها عن رايي على الحاجات اللي بتضرني. جميل، لو هنتكلم بقى في الحق انا كمان من حقي، ممكن كرنيك؟ كرنيك يا سلمى. اتفضل. اتفضل. من حقي فصل اي طالب يحاول تعطيل المحاضرات او تعطيل العمليه الدراسيه، وانت عشان خاطر زي بنتي اكتفيت بفصلك اسبوع واحد. اتفضلي. شكرا يا دكتور. لا سيادتك اللي بلغت. لا والله برافو عليك. لا لا ثانيه واحده يا انسه، انت فاهمه غلط على فكره. ده ايه حكايته ده يا ابني؟ لا ثانيه واحده، على فكره انا مش طالب يا فندم، ده الاستاذ حازم عبد العزيز المعيد الجديد المنقول عندنا في الكليه. اه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. البلمولار البلمولار مخي يضرب ليل نهار تاتاتا، اللي يشرب كودافين مش هيعرف هو مين، تصايع وابني معلمين هو اللي هيزه وكتبي فار كتبي فار كتبي فار، يلا بلبع كباسيل تاتاتا، ايش ينوفا ميكرونيل تاتاتا، طب يلا بلبع كباسيل ولا يعيا عيال فعلا اصدقاء سوق سوق. خد خد يا اخويا خد يا عم. راح فين على الصبح كده؟ البلاي ستيشن لسه ما فتحش. مفيش يا زميلي، راح الكليه افهم اولي من اخري، بدل ما اخر الترم الاقي نفسي شايل. الحق قال لك كليه واخر ترم. يابو احنا موديناك الكليه عشان تروش كده وتظبط نفسك، ولا عشان تروح تجيب شويه كتب بقى وبقى عزيز وتجلد كشاكيل؟ كشاكيل ايه اللي جلدها ياض يا كابانش منك له، وانا لسه في ابتدائي ياض. كده عم رمضان عمهم 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 حبيبي. تعالى خلاص عم رمضان عم رمضان عم رمضان حبيبي القلب حبيبي القلب حبيبي القلب. اديني حض حبيبي صباحه بينقط سنين احلى مسا حبيبي ونمه بالراحه عليا حبيبي. عم رمضان ممكن اسيب عندك الكتب واخد منك كبده والحساب يجمع؟ ماشي بس متاخرش، لو اتاخرت الف بيهم الكبد. لا انا عارف ان انت راجل جدع وعمرك ما تعبك كده حبيبي. حبيبي يا شبح حبيب قلبي. خد يا ابني. باي باي يا عم رمضان. باي يا عم كان قدامك مش منه ايه. بقول لك ايه، عشان انت صاحبي 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 واخويا هعمل معاك واجب عمرك. بص يا شيخ شايف دي بترقص ازاي؟ اهي اهي شايف. يلا ركز معايا. قلت لك النبي يا يحيى ما تروح الجامعه النهارده. هو التدخين مدرب الصحه بس هي رقصت. بس بص الاول اي بس اقول لك على حاجه. احنا ممكن نعتبر ان عشان النهارده الثلاث فالكليه قافله. ايوه يا زميلي اقول لك على حاجه بقى، فكك من الهري ده كله. تعالى معايا بقى عشان عايزك في مصلحه. انما ايه قشطه؟ اسكت. مش قشطه اتجوزت وخلفت كفاءه، وكفاءه راح في خناقه ولا انت ما درتش؟ ايه ده وكفاءه مات يحيى؟ اه بسبب بالمرار، اصل هو مضر قوي. البالمولار البالمولار بابا قدمت الشنطة يا صباح؟
ايوه يا نور بيه، بس العلبه دي كانت في جيب الجاكيت، ما عرفتش اذا كنت اسيبها في الجيب ولا حضرتك عاوزها بره الشنطه. دي هديه كنت جايبها انا لحد تاني، بس ما تجيبيش سيرتها الشمس. طبعا يا نور بيه، من غير ما تقول تأمرني حضرتك بحاجه تانيه؟ شكرا يا صباح. طيب الفطار جهز تحت وزمان شمس سبقتك. طب اتفضلي اقعدي معاها وانا حاسبكم بعد شويه. حاضر. وسلمى معاهم مفتاح وانا لا، اديني هفضل ملطوح على الباب لحد ما يحيى باشا يرجع. ايه يا مريم؟ في ايه يا بنتي؟ ايه ده، ايه الدوشه والخبط ده؟ في ايه يا ماما؟ ما انا اصلي جيت بدري وشكلهم مش جوه. الله، وانت ايه اللي جابك بدري؟ ما اصل كان في رحله النهارده فمشونا بقى يعني نص يوم. طب اشمعنى ايه ما جاتش؟ لا ما هي آية فصل تاني، والفصل تاني ده ملوش رحلة، احنا بس يعني. وانتي معكيش مفتاح؟ لا معايا مفتاح، انا كبيرة عندي كل حاجة، بس هو الصبح الظهر وانا بلبس يعني كنت مستعجلة وكده فنسيته جوه. طب تعالي اقعدي معايا، تعالي عندي تحت. يلا. مفيش حد خالص غير استاذ ربيع. استاذ ربيع تحت؟ آه. لا طب انا ممكن استناهم. لا 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 لا، ليه؟ تقعدي كده وترتاحي. اغسلي وشك. مش ده مستنيكي. اه يا منى. يا حبيبتي دول كلهم يومين وراجع على طول. المهم بس تقولي لفوزي يفتح عينيه كويس. أمونة بقول لك ايه؟ كلمي سوزي قولي لها انا هفوت عليها اول ما ارجع. اوكي باي. So you like it here? Yes, it's very nice. What do you like so much? Good. Did you try our spa? Yes, yesterday we tried the massage. It was very good, excellent. Oh, great. I'm glad to hear that. Yeah, okay. Nice. I hope you have a nice time. Yes. Excuse me. Bonjour, toujours. Bonjour عليك يا قمر. كل سنة وانتي أحلى حبيبتي. ها؟ انبسطتي امبارح؟ جدا 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 جدا. مش عايزة أقولك انبسطنا إزاي. بجد يا انفي كانت ناقصاكي. بس عارفة؟ أنا النهاردة هنبسط أكتر. يا رب دايما حبيبتي. قولي لي هتعملي إيه النهاردة؟ هجيلك هجيلك واشوف البحر والهواء. No way. Yes way. يلا حضري نفسك بقى عشان ما تطنشيش الهديه بتاعتي. احلى واغلى هديه لاحلى شمس. ببوسك لغايه ما اشوفك. يلا باي. باي حبيبتي. القمر بتاعي كان بيكلم مين وفرحان قوي كده؟ شمس جايه النهارده. واو، تعرف انها وحشاني قوي. وانا كمان. بس اكيد انت وحشاني. بس بقى. بونجور با. بونجور. متاخر علي 10 دقايق حبيبي. خلاص يا حبيبتي اغسميهم من مرتبي. احنا متفقين ان اليوم ده بتاعي انا بدل امبارح. امبارح كان عندك شغل، النهارده اليوم كله ليا انا لوحدي. انا وال ايه بولكا الكعدي دي؟ حاجه كده يعني. ايه ده؟ ممكن افتحها؟ اتفضلي. واو، لمين ده؟ مين كان عند ميلاده امبارح؟ با انت عمرك ما جبت لي هديتين. واحده عندنا كام شمس؟ اتنين. لسه فاكره؟ كنت بقولها لك وانت لسه صغيره. طبعا يا با، كنت دايما تقول احنا عندنا شمسين، شمس للناس كلها وشمس بتاعتي انا بس. لا مش معقوله تليفونك، احنا لسه في اول اليوم. ده بيفضى بسرعه قوي يا با، لازم تغيره ان شاء الله. نمتي كويس يا حبيبتي؟ مش قوي. ليه كده يا شمس؟ يعني با انت عارف ليله السفر غصب عني بيجي لي قلق. بس نمت ساعتين ثلاثه.
انا هطلع قدام حاجتي والبس بسرعه. ميرسي يابا. اوكي. ايوه يا حبيبتي. لا لسه هنسافر دلوقتي، هكلمك من هناك. وانتي كمان وحشاني. يلا يلا بقى قبل ما الشمس تيجي. باي باي يا حبيبتي، باي. نزلي هانم. صباح الخير يا صباح. صباح النور. نور بيه موجود؟ ايوه موجود، اتفضلي. ادي له خبر. نور بيه، في حد بره عايز يقابل حضرتك. مين ده هنيجي من غير ميعاد؟ نازلي هانم، والدة عماد بيه. نازلي هانم. سهلا يا نازلي هاني، شرفتيني. اهلا اهلا. انا ممتنه جدا لذوق حضرتك، وعلى الله ما اكونش سببت لكم ازعاج بالزياره المفاجاه دي. بتقولي ايه يا فندم؟ البيت ده بيتك. الدخله دي انا عارفاها كويس. بصي بقى، اتفقنا هنسافر مع بعض، يعني هنسافر مع بعض. هو انا يا بنتي جبت سيره السفر في حاجه؟ جايه معاكي طبعا حبيبتي. بس ايه، في حد تحت عايز يقابلك، ومن فضلك من غير عصبيه. حد مين؟ نازلي هاني. اللي جابها جاية ليه هنا؟ تعبى نفسها ليه؟ هي مش قالت لو طلعتي هجوزه تاني يوم؟ أنا مش هضيع وقت حضرتك، أنا هدخل في الموضوع على طول. عماد عاوز يرجع لشمس. إذا كانت حصلت مشكلة بيني وبين شمس اتسببت في الانفصال، فأنا النهاردة جاية لغاية عندها أعمل لها اللي هي عايزاه. يا فندم، شمس بنتك قبل ما عماد يكون ابنك، وجودك هنا يطل على سوء حضرتك. وانا نفسي اعمل حاجه كويسه لعماد قبل ما اموت، وانا عارفه انه روحه في شمس. ربنا يديكي طول العمر. انا طالع للشمس هقول لها وهي هتنزل على طول. ربنا يعمل لك الخير. اتفضل حضرتك. اهدي يا بنتي اهدي، معلش ما فيهاش حاجه. لما تنزلي تقابليها دي برضه في بيتك. في بيتي؟ اقربيني قوي انا لما كنت في بيتها. كنتي معايا؟ شفتي عملت في ايه؟ شفتي حصل لي ايه؟ ايه اللي جابها؟ ايه اللي جابها؟ بعد اذنك يا صباح، سيبينا خمس دقايق. يبقى من فضلك يبقى. تعرف انا حصل لي ايه وعملت فيا ايه؟ كفايه. الست اللي تحت ملهاش اي علاقه بالست اللي انت بتتكلمي عنها. هي في موقف ضعف، وانا ما ربيتكيش على انك تتعالي على اللي اضعف منك. دي قالت ان انا مش متربيه اصلا، ان حضرتك ما ربيتنيش. قالت كده قدامك، فاكر ولا لا؟ انا عايزك تهدي وتقابليها وانت متماسكه. أنا قلت لها إنك نازلة حالا. حاضر
حاضر حاضر حاضر يا نصليان. مرسي يا صباح. وحشتينا نورتينا النهارده. مرسي يا صباح مرسي. العفو يا هانم شكرا. حالا دلوقتي الشمس تيجي. شمس نازلة حالا يا فندم. مرسي يا نور بيه مرسي. على مهلها. على مهلها. اعملوا فنجان قهوه للهانم بدل الابره. حاضر شيل يا محمد الفنجان ده واعمل واحد تاني. حالا انا ممتنه جدا ليك يا نور بيه وحزينه من موقف شمس. انا تصورت ان وجودي معاكم هنا النهارده هيعمل حاجه او هينهي المشكله بس للاسف هي ما قدرتش. يا فندم كلها خمس دقايق وهي هتنزل. ايه اوكي ماشي ماشي. انا كويسه انا كويسه قوية. أيوة أنا ست قوية مفيش حاجة مفيش حاجة. أنا ست قوية أنا ست قوية. أنا ست قوية. انزل اقابلها. ايوه هي في بيتي. انا كويسه انا كويسه. Thank you.
شمس، ازيك يا حبيبتي؟ قلت لك يا نور بيه هي مش عاوزه تقابلني. عن اذنكم. خلي حضرتك مرتاح. اتفضلي يا هانم. بسم الله الرحمن الرحيم.